خلال ندوة صحفية شرف عنها السيد عبد القادر بن دعماش، إعلان عن البرنامج الخاص بالطبعة الثالثة للمهرجان الثقافي الوطني للشعر ملحون المهدى لروح الولي صالح سيدي الأخضر بن خلوف، والذي سينطلق من 20 إلى 26 أوت بدار الثقافة عبد الرحمن ولدكاكي بولاية مستغانم. الطبعة الثالثة جاءت تكريما لروح الشيخ الحاج محمد الحبيب حشلان والشيخ حمدة. المزيد في ميكروفون جمال الدين بوشا. هذه 3 سنوات من وجود هذا المهرجان الوطني الثقافي للشعر الملحون المهدى لسيدي الخضر بن خلوف، مسابقة الوطنية حول الشعر الملحون المتوجهة لجميع الشهراء شعراء على المستوى الوطني، وشاركوا كثير من الشعراء على المستوى الوطني وبعثوا لنا قصائدهم، وحصلنا على 25 مشارك في النهائي إن شاء الله اللي راح نقوم به في من 23 حتى 25 في مدينة مستغانم.